مسيتوا بالخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله معانا في لقاء متجدد من برنامج قصة قصيدة في موسمه الثاني، ومع المزيد من الأشعار والقصائد التي قيلت لتوثق أحداث وقصص حصلت في زمان ومكان ما من تاريخ بلادنا، ولتترك أيضا لنا إرثا أدبيا وضع الأسس لفن القصة الشعرية المحلية في المنطقة. وما ننسى أيضا المثل الشعري اللي ما زال متداول لليوم لقربه من الناس وسهولة إيصال رسالته عن طريق الشعر، وأيضا الألغاز الشعرية، هذه الرياضة العقلية والفن الأدبي اللي لاقى رواج وانتشار بين جميع أبناء المجتمع من مختلف فئاته. ما بنطول عليكم ونبتدي حلقتنا، وبنعطيكم مطلع إحدى قصائد شاعرة اليوم اللي بنخبركم عنها عقب شوي. هذا البيت الجميل يقول: يا بدر شوف الحظ تدبير، عني وخر النيم من فوق. القصيدة هذه لشاعرة إماراتية شهيرة نظمت أجمل القصائد النبطية، وتميزت بأسلوبها الفريد في الوصف والتصوير، رغم أنها لم تعش طويلا ولكنها تركت إرث شعري نادر وقصائد تحكي سيرتها وظروف حياتها وحياة من عصرها. بنتعرف أكثر على قصة اليوم وشاعرتها بعد، لكن عقب الفاصل. الشاعر عوشة بنت سعيد بالحصن الرميثي والملقبة بنت شملان تعد من أشهر شاعرات أبوظبي في القرن الماضي، والشيء الوحيد أو الشيء المؤكد عن الشاعرة أنها انولدت سنة 1884 في جزيرة أبوظبي في عهد الشيخ زايد بن خليفة زايد الكبير، حاكم إمارة أبوظبي خلال الفترة من 1855 إلين 1909، وتوفت الله يرحمها خلال فترة حكم الشيخ سلطان بن زايد في منتصف عشرينات القرن الماضي سنة 1925، والله يرحمها ما طافت 40 سنة تقريبا. تميزت بنت شملان بأنها امرأة سخية كريمة وتتصف بالشجاعة والجرأة والقوة أيضا. كانت صاحبة عمل ومهنة في ذلك الوقت، ويمكن هذه النقطة مشاهدينا الكرام هي من أهم النقط اللي خلت قصايدها تنتشر، لأن هي مرتحلة أو متنقلة من مكان لين مكان حسب طبيعة عملها، وهذا اللي بنشوفه في أثناء حديثنا أو سرد سيرتها. هي كانت تعمل في نقل وتوزيع المياه من الآبار العذبة للبيوت داخل جزيرة أبوظبي. في الصيف تتغير المهنة هاي وتبدأ أنها تنقل العرب من الجزيرة إلى الواحات أو المدن المجاورة مثل مدينة العين أو منطقة ليوة، وهذا اللي جرت عليها العادة وقت القيض. العالم تروح هناك تباشر نخيلها ومزارعها عشان تجني الرطب. والمتبع للتجربة الشعرية البنت شملان بيشوف أن كل أشعارها تقريبا نظمت عن فن الردح، وهذا فن شهير، وهذا الشعر طبعا يصلح للغناء والرزيف والشلات والفن الإماراتي بشكل عام، وهذا دليل على تفوقها وإبداعها الشعري. ولها قصيدة مشهورة توصف فيها منطقة أو استراحة قوافل، تقول فيها: حافظ على درب الحساحيس لمرحت فيه الذلايل، تلقى الكرامة عندهم طيس يتزاقرون أهل الفوايل. وأبدعت شاعرتنا كثيرا في وصف الإبل والطبيعة حسب بيئتها اللي هي عايشة فيها، يعني بتشوف قصايدها لازم تذكر فيها يا مورد ماء، يا منطقة، يا أهل المنطقة هذه. فهذه صارت بصمة للشاعرة في قصايدها، سواء إذا تكلمت عن بر ولا تكلمت عن بحر ولا عن إبل، بتشوف فيها بعض المفاتيح تدل أن هذه القصيدة لهذه الشاعرة اللي هي بنت شملان. طبعا شاعرتنا وعلى تعودها في أنها تحضر العين كل سنة في هذه الإجازة السنوية أو الموسمية نقدر نقول عنها، ما حضرت بها السنة هذه بسبب الأشغال أو اللازم والأمر اللي ياها من عند الشيوخ. ما الله قسم للشاعرة أنها تحظى بهذه الرخصة في الموسم هذا بسبب الأشغال والالتزامات وحاجتها وحاجة وظيفتها في الوقت هذاك، فجادت قريحتها بهذه القصيدة الطيبة وقالت: من يحط البري دياني، تقصد البرج، من يحط البري
دياني في زمان القيض ويكده والغضي نوى يبعماني ولا انا عانيت من الشده فوق حول حمر واسماني ما شكم من قرحه الغده ليت انا حمدان خلاني وحصلت لي رخصه عنده بانكاوس فوق ظبياني وانمشى ما شي يضده بايع انه ولد خلفاني بايع انه بيعته موده روحا والرقم زفاني والعطر سايل على خده بيته وفي روس نجياني وسرحوا ولا في عده وصبحوا فخيار لوطاني حظ من له كتبته الرده باليمايل ذكر لإنساني والسخي مشهور بالمده تصوير جميل ووصف مميز لحال الشاعرة وما دار في خاطرها في هذاك الوقت مع هذا الموقف اللي خلدته هذه الأبيات الفريدة. الله يرحم الشاعرة عوشة بنت سعيد بالحصم الرميثي واللي من خلال قصيدتها وقصتها قدرت توثق لنا حالة اجتماعية للأسر في هذاك الزمان أو في هذاك الوقت وهو قضاء موسم الصيف اللي كانوا يقولون عنه المقيض في مكان مختلف والارتحال للعين والسياحة شو ما كانت عناصرها وكيف كان حالها وعرفتنا على عمل المرأة في المهن المعروفة في تلك الأيام وأيضا وثقت للبنيان لما ذكرت برج المقطع ونقاط الحراسة وختام ما قلناه هذا كله هو من مميزات القصة الشعرية لأنها جمعت بين أبياتها بالكلمة والصورة والأحاسيس الجميلة ما قد يحتاج لصفحات للحديث عنه وتوثيقه. مشاهدينا الكرام، ألغازنا الشعرية ومثل ما تعرفون أن الهدف منها تشغيل الفكر والاطلاع على الأساليب والصور اللي ابتكرت لأجل فن اللغز الشعري، مش بس التسلية والترفيه، أيضا لإرسال رسالة ذات مضمون اجتماعي أو سياسي أو ثقافي. لغز اليوم واللي اخترناه لكم أيضا كان لشاعرة مرموقة وهي عفرة بن سيف المزروعي المولودة في أبوظبي سنة 1905 وصاحبة القصيدة الشهيرة اللي تقول في مطلعها يا زين حبك داخل الروح في مهجتي ما بين الأرواح واللي أداها العديد من مشاهير الغناء في الإمارات مثل الفنان الراحل جابر جاسم والفنان ميحد حمد. يا زين حبك داخل الروح في مهجتي ما بين الأرواح متحمل حبك عن يبوح لحل ما بي في اليبل طاح يا زين حبك داخل الروح في مهجتي ما بين الأرواح متحمل حبك عن يبوح لحل ما بي في اليبل طاح. طبعا شاعرتنا عطتنا دلالة أن المرأة أو الشاعرة الإماراتية عندها القدرة في الكتابة في كذا غرض شعري والدليل هذا اللغز اللي بنسمع معاكم هذا الذي جراه سيدا وبهقال والقول فيه خكعل عسى الله يحماه. خلونا نتبين معاكم معاني البيت ونتوصل معاكم للحل. البيت يقول هذا الذي جراه سيدا وبهقال والقول فيه خكعل عسى الله يحماه. سيدا وخكعل هذه حروف بالدرس عيد ترادفها حروف ثانية مثل كلمة سيدا السين يقابلها حرف العين والياء يقابل حرف الفاء والدال والألف يقابلهم الراء والألف الألف ما تغيرت مثل ما هي فيقصد عفرة. وفي البيت الثاني اللي قال خكعل أيضا حرف الخاء يقابله حرف الشين وحرف الكاف يقابله الميم والعاء يقابله السين واللام يقابله الهاء فيكون شمسة. إذن الحل هو عفرة وشمسة. وطبعا مشكورين على جميع مساهماتكم فيما يخص هذه الألغاز والأمثال الشعرية وبانتظار المزيد منها على العنوان الظاهر لكم على الشاشة.
يا زين أمثالنا الشعرية اللي تتميز بغزارتها وغناها بالحكم والسنع وطيب المعاني. واليوم مثلنا الشعري متضمن في قصيدة الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه، لكن جمال الأبيات وغناها بالمعاني الفاضلة خلتنا نطمع فإن نسرد القصيدة كاملة ونعدها عليكم. وتقول أبيات القصيدة: احذر ولا تشتط تندم، ين كان تبغى شيء تنضيه يا كم واحد قبلك استم، يركض ولا يوصل ليبغيه، ومن الحماقه جسمه انحم، ومن العياء ما تقبض يديه، ومترى العيل يتعوض الهم، ويخسر صديجه لي يخاويه، بوصيك كانك رجل تعلم، اتأن في أمر بتعنيه، اعمل بطيب وزين وافهم، ومترى العدل يعدل براعيه، اصبر ومترى الصبر يسهم، في الجزل يوم انك توافيه، والاحترام يعالج الهم، والغير هذا ما تواحيه. قصيدة كل بيت فيها يتكلم عن الحكمة وعن السنع والأخلاق، تناقلها الأيداد والآباء والأبناء. وهذا اللي يقابله قول أمير الشعراء أحمد شوقي يوم قال: ولو تأنى نال ما تمنى، وعاش طول عمره مهنى، لكل شيء في الحياة وقته، وغاية المستعجلين فوته. وكما نقول أو مثل ما نقول في مختصر الكلام: في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة. الله يجعلنا وياكم من المتأنين والصابرين الغانمين بإذن الله. للشعر مكانته العالية والهامة في جميع ثقافات العالم، ومهما اختلفت اللغات واللهجات المحلية لأبناء تلك البلدان، إلا أن الشعر حفظ بين طياته تراثهم وعاداتهم، ووثق لحياتهم الاجتماعية والسياسية وحتى الاقتصادية. نتمنى أنكم تكونون استمتعتوا معنا واستفدتوا في هذه الحلقة. موعدنا بيجدد معاكم في حلقة جديدة بإذن الله من برنامج قصة قصيدة، ومع السلامة.